مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. كسرت فتيات سعوديات حاجز الخجل الاجتماعي والخوف من ألسنة اللهب بعد أن التحقنا بدورات تدريبية عن أعمال مكافحة الحرائق وإخماد النيران بعد أن كانت هذه المهنة حكرا على الرجال في المجتمع السعودي. وبين مؤيد ومعارض لهذه التجربة النسائية يظل الرهان معلقا حتى تطبيقها بشكل أوسع للحكم على نجاحها أو فشلها بأيدي النواعم. طبعا في البداية مشاهدينا خلينا نتابع هذا التقرير للزميل عبد الله الزبيدي وثم نعود للنقاش. بعد أن تعودنا على منادات من يخمدون الحرائق برجال الإطفاء، أصبح علينا الآن ألا نقصر النداء عليهم فقط، فهناك نساء الإطفاء الذين يتلقون تدريبات لا تقل عما يتلقاه نظائرهم من الرجال. هذا المركز يقوم بتدريب النساء على مهنة الإطفاء والإسعاف ومهارات الأمن والسلامة. قدم تدريباته لقرابة 2000 من النساء خلال 6 أعوام، وشملت تدريباته الطالبات والمتطوعات وموظفات الأمن. مجتمعنا احنا هنا توفى في أماكن نسائية كثيرة زي غسول الأفراح المدارس، فبنسمع حدث كثيرة ما بيقدر النساء يتصرفوا فيها. فاحنا كان عندنا علم كنا بدنا نتصرف، فكنت حدث أنا سمعتها كحريك في مدارس، حبتني أنا أبغى أتعلم هذا المجال عشان أقدر أحمي نفسي أول حاجة وأهلي والمكان اللي أنا موجودة فيه. لكن ما الذي يجبر النواعم على اقتحام الأخطار وتحمل تبعات هذا العمل الشاق الذي بالكاد يستطيعه الرجال حتى تحولنا من متدربات إلى مدربات؟ والله لأن المرأة هي المواجهة الأول للأخطار، سواء كانت في المجتمع طبعا، سواء كانت الأخطار في المنزل أو جامعات أو مدارس، فلا بد أن تتعلم يعني كيفية التصرف الصحيح، وهذا كل يجي طبعا تدريب. يعني كثير الناس ما بتتوقع مثلا كفكرة امرأة تشتغل في هذا المجال، فبس دحين فترة الحالية بالعكس بلقى قبول يعني أي مكان أنا بروح فيه. يعني كبنت يكون عندها مثلا هذه الأفكار مثلا كإطفاء حريق كدورات هذه حاصلة عليها، بالعكس بلقى دعم وتشجيع. يعني من الآن ستكون طائفة من النساء في جدة قادرات على ممارسة مهنة الإطفاء، خصوصا في التجمعات النسائية التي قد لا يصل لها الرجال، وإجراء عمليات الإخلاء وإسعاف المصابين. لبرنامج ياهلا، عبد الله الزبيدي، جدة. شكرا للزميل عبد الله الزبيدي على هذا التقرير. ولمناقشة هذا الموضوع معنا في استديوهاتنا من جدة خبير الأمن والسلامة الدكتور المهندس عدنان بن زكي العباسي الهاشمي، وأيضا تنضم لنا من هناك مباشرة مديرة الإدارة العامة في مجموعة الشريف العباسي لأعمال الأمن والسلامة الأستاذة ريم عبد المنعم كارة. مرحب فيكم ضيوفي الأعزاء في برنامج يا هلا. وسأبدأ معك دكتور عدنان، يعني فكرة عمل الإطفائية تبدو جديدة في المجتمع السعودي، ولكن كيف برأيك يتم تطبيق هذه التجربة، وهل لها تراخيص نظامية أم أنها تعمل وفق اجتهادات فردية في المجتمع السعودي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إجابة لسؤالك، الحقيقة هناك تراخيص لهذا العمل، ولكن الفكرة في داخل المجتمع نبعت من شريعتنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا اللي في داخل مجتمعنا. كيفية المحافظة على الإنسان البشري بشكل عام ترتبط بالذكر والأنثى، وما أحوج وأن تكون الأنثى على قدر من الفهم والإدراك والعلم بكيفية حماية نفسها في حال غياب الرجل، أو حماية من حواليها من أبنائها وأسرتها ومن يعمل معها. نعم. فلهذا انطلقت الفكرة من هذا المفهوم. نعم. خبرنا عن تراخيص نظامية، هل فعلا توجد هناك تراخيص نظامية أو شو وضع التراخيص للآن؟ لا، التراخيص النظامية طبعا بالنسبة لي أنا أملك ترخيص نظامي. التراخيص النظامية تشمل الرجل والمرأة في عملية التدريب. نعم. إلا أنه الإقدام على تدريب المرأة في كثير من الصعوبة لخصوصية المرأة وكيفية أو معرفة التعامل معها.
بالتالي يعني عندما أقدمت على هذه الخطوة منذ 6 سنوات وخاصة بعد الحريق اللي حصل في مكة المكرمة لأحد مدارس البنات وسبق حرائق كثيرة في سواء كانت في بيوت أو قصور أفراح وتضرر منها النساء، فالحوادث هذه هي اللي أنضجت الفكرة عندي بأني أبدأ في هذا التدريب، لأني وجدت أن الحاجة ملحة وماسة بل وضرورية وتتطابق مع مفاهيمنا ومع شريعتنا ومع عاداتنا وتقاليدنا. طب هل واجهت أي صعوبات في الحصول على هذه التراخيص في البداية؟ أي عمل تدخل فيه وهناك فيه تجد صعوبات في البداية. يعني مثلا أعطيك أنا نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية لا يفرق بين رجل والمرأة في الوظيفة، ولكن ربما التفرقة تجي من خلال عادة أو موروث اجتماعي فقط لا غير، إنما النظام هو النظام يشمل كلا الطرفين، لأنه للمرأة ما للرجل والمرأة كلاهما حق متساوي في الحرية وفي الحياة وفي ممارسة حياتهم وفي الحفاظ على أنفسهم. المواجهة الصعوبة اللي بدأت ليست في التراخيص بقدر ما هي في استيعاب الناس لهذه الفكرة. احنا ركزنا في مفهومنا او في فكرتنا انه يكون للمرأة دور في حماية بيتها، في حماية اسرتها، في حماية اطفالها، في حماية مجتمعها، سواء كانت داخل مجتمع مدرسي او طلابي او صحي او مستشفى او داخل مجمع نسائي او قصور افراح، ايا يكن يكون للمرأة دور فاعل قبل وصول الرجل في حال وقوع كارثة. حتى في المنزل، يعني لا سمح الله لو تعرض أحد أطفالها، وأنا أقول للرجل يعني كيف بك أيها الرجل أن تعود إلى دارك لا سمح الله وقد احترقت زوجتك وأبنائك. صحيح. إذا كانت ملمة بأبسط قواعد الإسعاف الأولي والحماية من الحريق والإخلاء، بالتالي هي قادرة على إنقاذ أولادها. صحيح. وأسرتها بكاملهم. صحيح. إذا ما استطاعت أن تخمد الحريق تستطيع أن تخليهم. صحيح. إذا سقط طفل في البركة في المسبح، إذا سقط طفل شرب مواد كيميائية من حقة النظافة، بإمكانها أن تتعامل معه بشكل. ولهذا أطلقنا مفهومنا المرأة لخدمة المرأة. صحيح. وهذا هو شعارنا في التدريب. أكيد. نحن حنحكي أكثر دكتور عن المساقات التي ممكن أن تدرس وتدرب عليها الفتيات لحماية أنفسهن وأيضا أطفالهن، وهي مساقات خاصة في السلامة، ولكن خليني أنتقل للأستاذة ريم. طبعا أستاذة ريم، كيف يمكن أن تصف في تجربة الإطفائيات في المملكة، وهل هناك وظائف للفتيات متاحة الآن أم ماذا؟ أنا أتوقع إنه هذه التجربة مهمة جدا للمرأة. نعم. المرأة بمجتمعنا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا متواجدة في الجامعة، متواجدة في المدرسة، في قصور الأفراح. هذه الأماكن كلها يجب أن تكون هناك امرأة قادرة على حماية الأشخاص المتواجدين وحماية نفسها. على الأقل تعرف تتصرف إذا صار حريق لا سمح الله. صح. طبعا أكيد هذه الدورات اللي بتتقدم للمرأة قادرة إنها توظفها في أماكن نسائية، وتقدر على الأقل تكون أخصائية سلامة متواجدة في الجامعة أو في المدرسة أو في أماكن نسائية خاصة، تقدر تسيطر على الحريق أو تسيطر على الأخطار المتواجدة في هذا المكان. نعم. دكتور عدنان، يعني أكيد هناك دورات خاصة تمنح للمتدربات، وهناك شهادات تمنح للمتدربات في وسائل الأمن والسلامة، وبالتالي تخولها للحصول على وظيفة. يعني خبرنا، هل هي فعلا بتساعدها على الحصول على وظيفة أم أنها دورات روتينية للحماية الشخصية فقط لا غير؟ أولا الدورات هي مراحل، يعني هناك دورة تمهيدية ودورة أولية ودورة تدريبية، يعني على حسب المواد وعدد الساعات التي تدرس فيها. نعم. فهناك دورات قصيرة وسريعة لتعليم المرأة المبادئ الأولية، وهذا غالبا ما يأخذوها المدارس أو المتطوعين. أما من يتطلب
عملها التخصص أو أن أحد الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية بهذا أنها تخصص أناس، فهؤلاء لهن دورات معينة ومتقدمة في مجال الحماية المدنية ومكافحة الحريق والسلامة والإنذار والواجبات والنواحي النفسية والاجتماعية وكيف تتعدى هذه الحواجز. نعم. فالدورة على حسب متطلبات الجهة اللي تطلبها، وبالتالي هناك دورات تؤهل طالبة الوظيفة إلى أنها تحصل على وظيفة. وعندي دراسة أولية في عام 2004-2005، يعني لو طبق هذا التخصص على المدارس وعلى فقط على الجهات الحكومية دون الجهات الخاصة، يوفر 56,000 وظيفة نسائية. جميل جميل. وكيف لو طبقناه على القطاع الخاص والقطاع العام سيكون العدد أكبر. نعم نعم.